محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام متواصل بحمد الله عز وجل في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد تكلمنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه في درس الأمس عن قصة داود عليه الصلاة والسلام وما جرى له، وكيف أن الله عز وجل قد جمع له الملك والحكمة أي النبوة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان أول بني إسرائيل من يجمع الله له بين الملك والنبوة. معنا في هذا اللقاء قصة نبي كريم آخر من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو سليمان ابن داود عليهما السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم وأيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بعض الأحداث التي وردت في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. لذلك أحببت حقيقة أن نقسمها إلى قسمين، إلى أحداث وقعت لسليمان في زمان داود عليه الصلاة والسلام، وإلى أحداث وقعت لسليمان بعد زمان داود عندما آل إليه الملك والنبوة، لأنه أيضا بعد ذلك من الله عليه بالملك والنبوة كما قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. وهذا الميراث هو ميراث النبوة وليس ميراث المال كما يظن بعض الناس، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركوه صدقة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذه من خصائص الأنبياء، الأنبياء لا يورثون أحدا، ما تركوه صدقة. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذا مما يدل على أن الميراث المقصود بهذه الآية ورث سليمان داود أن الميراث ميراث النبوة، وهذا الذي ورثه الأنبياء والمرسلون العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك كان لداود عليه الصلاة والسلام أبناء آخرون غير سليمان عليه السلام، فلا يقبل في حقهم، في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يخصوا بعض أبنائهم دون الآخرين لو كان هذا هو المقصود بالميراث. إذن هذا يدل قطعا على أن الميراث المقصود وورث سليمان داود أن الميراث ميراث النبوة، وجمع الله أيضا له الملك أبيه فأصبح نبيا ملكا عليهما السلام. فنذكر الحادثتين اللتين وقعتا لسليمان في زمان أبيه داود عليهما السلام. الحادثة الأولى قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى وهي تبين أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد فهمه الله تبارك وتعالى وأتاه فهما في أحكام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي سأله سليمان ربه تبارك وتعالى، سأله دعوات من ضمنها أن يعلمه الحكمة وأن يؤتيه فصل الخطاب وأن يأتيه الفهم السديد، فاستجاب الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن سليمان لما بنى البيت، بيت المقدس، طبعا هذا أيضا شبهة تثار أن سليمان هو الذي بنى بيت المقدس وهيكل سليمان وما إلى ذلك كما يثيره اليهود في زماننا هذا كما هو معلوم، ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي ابتدأ بنيان بيت المقدس،
وإنما هو جدده وأعاد بناءه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المقصود والعلم عند الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاث، فأعطاه، أي رب العزة والجلال، فأعطاه اثنتين. قال: ونحن، والمقصود بهذه الكلمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونحن نرجو أن تكون له الثالثة. الأولى: سأله حكما يصادف حكمه، طلب سليمان من ربي تبارك وتعالى أن تكون أحكامه في القضاء بين الناس، أن يتولى القضاء بعد أبيه، كما قلنا كان داود يجلس يوما يفصل في القضاء وفي الخصومات، تولى هذا الأمر بعده ابنه سليمان. فسأل الله عز وجل أن تكون أحكامه توافق أحكام الله عز وجل، قال فأعطاه إياها. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده بنص القرآن الكريم، وهذا أمر ثابت كما سنذكر في حوادث كثيرة في قصته صلوات الله وسلامه عليه، أن الله أتاه ملكا عظيما كما سنرى بعد قليل. قال فأعطاه إياها. وسأله: أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. طلب من الله أن يرزقه هذا، أن يمن على عبادي، أي رجل خرج ليصلي وذهب ليصلي في بيت المقدس، أن يكون هذا سببا في خروجه من خطيئته ومغفرة ذنوبه. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها. والظن بربنا تبارك وتعالى الذي لا يرد سؤال عباده، خصوصا الخلص منهم كالأنبياء والمرسلين، ظنوا به سبحانه وتعالى أن يكون قد استجاب لسليمان عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم أحبتي في الله، حادثتان وقعتا لسليمان في زمن داود. الأولى ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذه الحادثة أن طائفتين أتيتا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم في هذا النزاع. الذي وقع أن الطائفة الشاكية كانت لها مزرعة من الكرم، مزرعة، وقالوا بأن الطائفة الثانية قد تركوا غنمهم، يعني دون أن يحكموا إغلاق الأبواب عليها تركوها، فخرجت هذه الغنم وأتت إلى مزرعتنا وأكلت الكرم كله فأتلفت المحاصيل كلها، والآن نطالب بالتعويض من قبل هؤلاء. فقضى داود عليه الصلاة والسلام أن يدفع أصحاب الغنم تعويضا ماديا ماليا لأصحاب المزرعة. خرجوا فلقيهما سليمان عليه السلام وأخبر بهذا الحكم من قبل أبيه داود، فقال: لو كان الأمر لي لما حكمت بهذا الأمر، لحكمت بأن يدفع أهل الغنم غنمهم إلى أصحاب المزرعة فينتفعوا بها، يعني بحليبها ولحمها، وينتفعون بها إلى أن يعيد أصحاب الغنم أن يزرعوا وأن يحرثوا مزرعتكم حتى ترجع كما كانت. فسمع داود عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم فتراجع عن حكمه وقضى بحكم سليمان عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أو الحادثة الثانية وقعت لسليمان في زمن داود عليهما السلام، وهذه أيضا قصة مشهورة ربما يعرفها الكثير من الناس، وهي وقعت يعني ذكرت في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن امرأتين خرجتا لرعي الغنم وكان مع كل امرأة رضيعها، فوضعتا الرضيعين لترعى الغنم، فجاء ذئب وأكل أحد هذين الرضيعين، أكله، ثم عندما رجعتا ووجدتا هذا الأمر، طبعا أسقط في أيديهما فتألمتا،
فتخاصمتا في هذا الرضيع الموجود الحي إلى الآن، كل منهما تقول هو ولدي، فتخاصمتا وتنازعتا، فذهبتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، احتكمتا إليه، وكانت إحداهما أكبر من الأخرى، هاتان المرأتان. فحكم داود عليه الصلاة والسلام بهذا الرضيع للكبرى، فخرجتا فرآهما سليمان عليهما عليه السلام، فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ائتوني بسكين لأقطع هذا الرضيع فتأخذ كل امرأة نصفه. وطبعا قال هذا الكلام لا يريد أن يفعله حقيقة، ولكن له مغزى آخر، وفعلا هم أن يأخذ السكين وأن يقطع. فصاحت الصغرى وقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى سليمان بهذا الرضيع لهذه الصغرى على الكبرى. واضحة؟ يعني أكيد بما أن الصغرى لم ترضى بقطع هذا الرضيع دل أنه ابنها، وبما أن الكبرى لم تهتم بقطع هذا الرضيع دل أنه ليس بابنها. فقضى للصغرى فأخذته. إذن هاتان الحادثتان الثابتتان التي وقعتا لسليمان عليه الصلاة والسلام في زمان داود تبينان مدى رجاحة عقله وإصابة حكمه لحكم الله تبارك وتعالى وللحكم الصواب صلوات الله وسلامه عليه. نرجع الآن للحوادث التي وقعت لسليمان عليه الصلاة والسلام بعدما آلت إليه الأمور بعد وفاة أبيه داود عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. من الله تبارك وتعالى على سليمان بمنن عظيمة، كما مر معنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ثلاث، من ضمنها أن يعطيه الله ملكا لم يعطيه أحدا من بعده، وفعلا آتاه الله ملكا لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وسلم. آتاه الله عز وجل، سخر الله له الجن والإنس والطير، وكما سنذكر بعد قليل في قصته مع الصافنات الجياد، سخر الله له الريح تحمله رخاء حيث يشاء صلوات الله وسلامه عليه. زد على ذلك أن الله علمه منطق الطير بل منطق كل مخلوق، وهذا من سعة ملكه عليه الصلاة والسلام، أنه يفهم كلام الطير، يفهم كلام الدواب، يفهم كلام الوحوش والحشرات، يفهم. وهذا يعني بتقدير الله عز وجل، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فوقعت له كما قلنا أحداث عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر كله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج في موكبه، وحتى إذا كان جالسا في بيت المقدس، كان قد جعل وظائف محددة، يعني جعل نظاما دقيقا في مملكته. ما في واحد هكذا، ما في مخلوق يعني يكون سبهللة لا عمل له. فوظف الإنس، كل لهم أعمال محددة، ووظف الجن، كل بناء وغواص كما ذكر الله عز وجل، يبنون له ويجعلون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون في أعمال ووظائف محددة. ومنهم الغواص يغوص في أعماق البحار من الجن ويستخرج له اللآلئ والنفائس من أعماق البحار، وبناء يبنون له ما يشاء. فكان ملكه ملكا عظيما، وكذلك الإنس، وكذلك الطير. الطير إذا خرج في موكبه صفت الطير بأجنحتها أسراب هائلة عديدة لا يحصيها إلا الذي خلقها، تظلل عليه من حر الشمس ومن غيرها. وجعل سليمان عليه الصلاة والسلام نظاما كما قلت لكم أحبتي دقيقا
يعني نظاما إداريا دقيقا، بأنه جعل على كل عالم من العوالم، لأن هناك عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم كل عالم مما سخره الله له، جعل سليمان عليه النقباء مثل الرؤساء. لأن الآن كيف يتفاهم مع الجميع؟ هذا من دقة نظامه وحسن إدارته. عند ألوف مؤلفة من البشر يجعل عليهم نقباء رؤساء، على كل قسم من هؤلاء رئيس، بحيث يرفع له تقاريرهم، هكذا يرفع له تقاريرهم وأعمالهم وأحوالهم، وهكذا في الجن وهكذا في الطير، يجعل هؤلاء النقباء على المجموعة من جنسهم، فيرفعون إليه تقريرا بأحوالهم وأداء أعمالهم. فبهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه كان يسوس هؤلاء العوالم المختلفة التي سخرها الله تبارك وتعالى له. له قصة مع النملة، وهذه التي ذكرها الله عز وجل في سورة النمل، وقصة أيضا معروفة مشهورة، أنه في يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام في هذا الموكب. لك أن تتخيل، أن تطلق لنفسك العنان وأن تتخيل بشر عشرات الألوف إن لم نقل مئات الألوف يسيرون في نظام محكم، ومن الجن كذلك مثلهم، وتظللهم الطير من فوقهم، يظللون عليهم من حرارة الشمس، وسليمان عليه الصلاة والسلام يتقدم هذا الملك وهذه الجنود بملك عظيم صلى الله عليه وسلم. ففي طريقهم أتوا على قرية نمل، وهي تمشي هذه الجحافل والخيول تدك الأرض بسنابكها بحوافرها، هذا كالزلزال. فقالت نملة وهي تنذر قومها كما ذكر الله عز وجل من حالهم عليه الصلاة والسلام، بأنها قالت لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، لأن هي تكلمت وما ظنت أن سليمان عليه السلام سيسمع كلامها، فسمع كلامها في إنذارها لقومها لأهل قريتها، فضحك تبسم، كيف أن هذه النملة، هذا المخلوق الصغير، كيف يعني جعل الله تبارك وتعالى فيه هذا الحرص وهذا الخوف على قبيلتها أو على قريتها. فتبسم ضاحكا من قولها صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل بعد أن ذكر تبسم سليمان، دعا الله سبحانه وتعالى وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني، أوزعني يعني أرشدني وألهمني وأعني، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، على والدي، يقصد بذلك والعلم عند الله عز وجل أباه داود كان نبيا، وهذه نعمة من الله عز وجل من بها على أبي، وكذلك أمه كانت امرأة صالحة من العابدات. والإنسان إذا كان في صلاح وطاعة وخير عليه دائما وأبدا، دائما وأبدا أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. شوف آية عظيمة هذه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا تحبيب من الله لم تنله بقوتك ولا بحولك ولا بذكائك ولا بفطنتك، من الله عليك فجعلك صالحا وجعل غيرك طالحا، من الله عليك ويسر لك القدوم إلى المسجد وتصلي هذه الصلاة المباركة صلاة العصر وحرم غيرك، أليس هذه نعمة من الله عز وجل؟ بلى. فأعظم نعمة على الإطلاق نعمة الهداية والصلاح،
وهذه منة ونعمة من الله عز وجل عليك. كان بمقدوره سبحانه وتعالى أن يضلك وأن يهدي غيرك، ولكنه هداك وأضل غيرك. فلذلك انظر إلى حال سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا في جميع أحوال الأنبياء والمرسلين، تجد إذا من الله عليهم بمثل هذه النعم وجددها لهم يبادرون إلى شكر الله تبارك وتعالى، ليس كحال الظلمة وحال الفسقة كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، ولم يرجع هذه النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فهنا عندما تجددت لسليمان عليه الصلاة والسلام، أو لا أقول تجددت، استشعر هذه النعمة العظيمة، أنه فهم منطق النمل، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، أن نبيا من الأنبياء في رواية، وهي يعني كما قلت لكم في ضعف إسناده، أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام، أنه خرج يوما يستسقي، يطلب السقيا من الله عز وجل، ففي طريق خروجهم إلى الصحراء ليستسقوا الله عز وجل ويظهروا الفقر كما هو يعني السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ به يرى نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها يعني رجولها إلى السماء، وهي تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا تمنع عنا سقياك. فسمع سليمان عليه السلام كلام هذه النملة ودعاءها، فقال لجنده أو لمن معه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، أو كما قال. وهذا حديث كما قلت لكم فيه ضعف، خصوصا الرواية التي تذكر اسم سليمان تحديدا، والعلم عند الله عز وجل، ولكن القرآن الكريم قد نطق بذلك وبين أن سليمان فهم كلام هذه النملة. الحادثة الثانية التي وقعت لسليمان عليه الصلاة والسلام قصته مع الهدهد، وهذه أيضا مشهورة معروفة، وأيضا قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل. وبيان ذلك أنه كما قلت قبل قليل أحبتي، أن سليمان عليه السلام كان يسوس هذه المملكة العظيمة وهذا الملك العظيم الذي أتاه الله تبارك وتعالى إياه بحسن إدارته، وهذه فائدة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فلم نسمع ولم نرى ولا أظننا سنسمع ونرى أن أحمقا بز العقلاء، يعني أحمق تفوق على العقلاء، ما سمعنا، لأن هذا خلاف حكمة الله عز وجل. حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فإذا أراد لشخص البزوغ والظهور إلى آخره من الملك والسؤدد، وأن يكون هذا الأمر فاعلا مفيدا لعباده، هيأ أسبابه في ذات الرجل. فأتاه ملكا عظيما، ولكن هذا الملك يحتاج إلى من يسوسه، فكان عليه الصلاة والسلام صاحب قيادة فذة وصاحب إدارة عظيمة. فكما قلت لك أن يوظف هذه الجموع في وظائف متعددة، فكان يستخدم الهدهد يسيح في الأرض ويأتيه بالأخبار، خصوصا إذا قل الماء قلت مصادر المياه، فكان يأمر الهدهد، كان سليمان عليه السلام يأمر الهدهد أن يطير على سطح الأرض، ينتقل وينظر، ويقولون والعلم عند الله عز وجل أن الهدهد قد آتاه الله نظرا ثاقبا، بحيث إنه يرى المياه في تخوم الأرض،
يرى المياه في تخوم الأرض. الله أعلم هل هذه صفة لكل هدهد؟ ما أدري. أو هذه فقط لهدهد سليمان؟ الله أعلم. فبينما هو ذات يوم يسيح حسب وظيفته وأوامر سليمان عليه الصلاة والسلام طالت غيبته، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم قد جعل على كل جنس من المخلوقات نقيبا مثل رئيس يأتيه بالكشوفات والتقارير والأخبار عن حال هذا الجنس أو حال أتباعه. وكان الهدهد، هذا الهدهد جعله نقيبا على الطيور، فكان من المفترض أن يحضر في وقت اجتماع محدد ليعطيها التقارير عن أعمال الطيور وما يقومون به، فتأخر كما قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن إذا أتى الهدهد، غضب سليمان عليه السلام لتخلف الهدهد عن هذا الاجتماع، فقال إذا أتاني هو بين إحدى ثلاث، إما أن يعذب ولا أعلم حقيقة بصفة هذا العذاب الله أعلم بها، لم أقف على آية ولا على حديث صحيح فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم، فالمهم قال إما أن أعذبه وإما أن أذبحه، والذي ينجيه من هذين الأمرين أن يأتيني بحجة أو لا يأتيني بسلطان مبين، بحجة ببيان حتى يدفع عن نفسه هذه التهمة وهذا العقاب. قال الله عز وجل فمكث غير بعيد، يعني الهدهد لم يطل في ذهابه، ثم أتى إلى سليمان فسأله سليمان عليه السلام أين كنت؟ لماذا لم تحضر؟ افتقدتك. فقال له الهدهد مباشرة قال فقد أحطت، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. في هذا أيضا فائدة مشهورة عند أهل العلم يذكرونها، يقولون جواز أن يتكلم المفضول بحضرة الفاضل، لا بأس أن يتكلم المفضول بحضرة الفاضل، يعني لا بأس أن يتقدم في الكلام من كان أقل علما في حضرة من هو أكثر منه علما. ليس هذا دائما، وليس هذا يكون لغير سبب، إنما هذا إذا فعل يكون من سوء الأدب، من سوء الأدب أن يتكلم الإنسان في يدي أو بين يدي من هو أعلم منه، بل يكل علم هذه الأمور إلى من هو أعلم منه. وهذا يعني لو نظر الإنسان في يعني سيرة السلف من العلماء والمربين سيجد هذا الأمر كثيرا جدا، كيف كانوا يربون أتباعهم على هذا الأمر، يتقدموا بين من هو أعلم منهم. لكن لو كانت ثم حاجة وثم بيان وثم فائدة وثم إضافة يريدها فلا بأس، أو كان ذلك بإذن الفاضل الأكثر علما أن يتيح المجال والفرصة لمن كان أقل علما منه أن يتكلم. هذا وقع أيضا حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل أصحابه، كان يعرض عليهم، كان يختبرهم، وهذا أمر مطلوب. المهم أن الهدهد تكلم وقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قص عليه الهدهد ما رآه في سبأ، وطبعا سبأ في اليمن، سبأ في اليمن، وسليمان عليه السلام كان مقيما في بيت المقدس في بلاد الشام، مسافة طويلة يعني، لذلك يعني افتقده سليمان عليه السلام. ثم أخبره بأنه أتى ووجد قوما أناسا يعبدون غير الله تبارك وتعالى ويسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، ثم
عاب عليهم الهدهد هذه العبادة، كما قال الله عز وجل على لسان الهدهد قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الأخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن هذه الرسالة التي ذكرها، فقبل سليمان هذا العذر وعلم، وكان سليمان عليه السلام هو نبي قبل أن يكون ملك، هو نبي، لذلك هو حريص على دعوة الناس إلى الخير، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، إخراجهم من الكفر إلى الإسلام، كان حريصا، هذه وظيفته قبل أن يكون ملكا. فلا شك أنه قبل هذا العذر في تأخر وافتقاد الهدهد، أنه أتاه بخبر عظيم، أناس بهذه الصفة وبهذه القوة يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فقال له سليمان عليه السلام سننظر كنت صادقا أم كاذبا، فكتب له كتابا في رقة في بطاقة، ثم أعطاه الهد وقال اذهب إليهم وألقي عليهم هذا الكتاب ولننظر ماذا يرجعون، بماذا سيجاوبون أو سيجيبون. فانطلق الهدهد من ساعتي بهذه الرسالة وألقاها عند بلقيس، وهذه بلقيس كانت تحكم سبأ، وكانت ابنة ملكهم، ابنة ملكهم الملك الذي كان يملكهم، كانت هذه ابنته الوحيدة، فعندما توفي ولوا الناس في ذلك الزمان في تلك المدينة سبأ، ولوا عليهم بلقيس، وهذا أمر لا شك أنه محرم في شرعنا، ما يجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة، وهذا أمر معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عندما بلغه أن ابنة كسرى عندما توفي وولاها الفرس عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا حديث باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليس في هذا انتقاص المرأة، يعني هذا الأمر بعض الناس يعني يفكر تفكير ما شلون صاير، يعني يحط العقدة عند المنشار، غصب يريد أن يخطئ الشريعة، غصب يريد أن يبرهن أن الشريعة ظالمة للمرأة، أعوذ بالله، ما في شريعة ولا قانون ولا دين أكرم المرأة مثل الإسلام، ما في، ليس هناك شريعة ولا دين ولا قانون إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة لن يوجد وما وجد قانون وضعي فرنسي أمريكي قل ما شئت، أو شريعة سماوية أو أعراف، قد كرمت المرأة كما كرم الإسلام المرأة. ونقول هذا الأمر عن تحدي، ما نقول إنشاء، تحدي. انظروا إلى حال المرأة في غير شريعة الإسلام، وانظروا إلى حال المرأة في الإسلام، ستجد الفرق هائل كما بين السماء والأرض. المرأة عند اليهود نجسة، المرأة عند اليهود كائن شيطاني، هكذا تقول التلمود، والتلمود هو الشريعة، يعني التلمود شريعة الأحكام حلال حرام، تلمود المحرف المبتدع إلى يومنا هذا. المرأة عندهم كائن شيطاني اليهود، ولذلك يمارسون معها الممارسات الإقصائية. أما النصارى فكذلك، المرأة عندهم مجرد شهوة فقط، لا تعد المرأة أن تكون شهوة، هذا في القديم، حتى في القديم، حتى في الأزمنة الغابرة، هناك كالمذكرات كتبها بعض قادة الإسلام كالمهلب بن أبي صفرة القائد الشهير المعروف، وكموسى بن نصير عندما سأله الوليد بن عبد الملك عن قتال الناس، وموسى بن نصير قائد عظيم فاتح الأندلس، فقاتل بشر متعددين وجنسيات مختلفة، قاتل العجم يعني الفرس، وقاتل الروم يعني الآن أوروبا الشرقية الكاثوليك، وقاتل البربر، وقاتل العرب،
رجل قضى حياته في ميادين القتال، فمثل هذه أيضا ذكروها في كلامهم، أن النصارى لا غيرة لهم على نسائهم، وأن المرأة عندهم لا تعد أن تكون شهوة فقط إلى يومنا هذا. ومن نظر في واقعهم في الدول الغربية الآن لا شك أن كل عاقل يرثي لحال النساء هناك. أما إذا أتيت للإسلام فماذا تقول؟ وهذا من باب التنزل، أن تقارن الإسلام، أن تجعل هذه الشرائع في مصاف الإسلام في المقارنة، كما قال الأول: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. أنت عندما تقارن السيف مع العصا ترى أن طيحت من حظ السيف. شو تقارن السيف مع العصا؟ شو تسوي بعد؟ شك والله بعض الناس يعني العفو بالكلمة هذه غبي، إلا بجاد لك إن العصا مثل السيف، تقول يا حبيبي السيف غير العصا، فتكون مضطرا أن تأتي إليه بالسيف وتأتي إليه بالعصا وتبرهن له أن السيف أقوى من العصا تنزلا. فهذا نقول تنزلا. أين الإسلام؟ أين المرأة في الإسلام من مرأة عند هؤلاء؟ المرأة في الإسلام كرمها الإسلام بنتا، كرمها الإنسان زوجة، كرمها الإنسان عمة، كرمها الإنسان خالة. صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والخالة بمنزلة الأم. كرمها الإنسان جدة، كرمها الإنسان أجنبية عنك. حتى الأجنبية، يعني أجنبية لا تحل لك هذه الأجنبية، كرمها الإنسان وضرب عليها سياجا من الحفظ، وحرم عليك أن تنظر إليها أو أن تتعرض لها. كرامة. المرأة في الإسلام مخدومة مو خادمة، المرأة في غير الإسلام خادمة وليست مخدومة. في دول الغرب تقول المرأة حق زوجها: أنا بقعد البيت وروح اشتغل أنت وصرف علي. يقول يلا برا 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 أصرف عليك بعد. بل في بعض الشرع والديانات أن المرأة هي التي تقدم مهرا لزوجها، بينما عندنا المهر المرأة ما تطال، تحفظ، تؤخذ من بيت أبيها معززة مكرمة، وتنقل إلى بيت زوجها معززة مكرمة، ويجب عليها أن ينفق عليها بالمعروف، وأن يطعمها مما يطعم، وأن يلبسها مما يلبس، وأن يوفر لها السكن المناسب كما هو العرف في بلده. شو تقارن؟ فلذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، صدق بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة مكانها مصنع الرجال. المرأة في شرعنا وفي فلسفتنا أنها مصنع الرجال، ونكرمها أن تدفع لمعترك الرجال، فتزاحم الرجال، تنزع أنوثتها وتنزع عفافها وتنزع حياتها حياءها. المرأة هذه انزع يدك منها، اغسل يدينك منها، ما يصابون، لا خير فيها. المرأة في الأصل قرارها البيت، والأصل هي التي تربي الأجيال وتخرج الناشئة. والدليل شوف من الواقع الآن، شوف جيلنا الآن، شوفوا الجيل الآن، إلا من رحم الله، اللي مايع مايع، كلمتين ما أعرف حكي، كلمتين ما أعرف حكي، ما يدبر أموره، كلينكس ما يشتري من الجمعية، كلام مهجن، كلام يعني ملزق، ما في تربية، ما في توجيه، ما في ما في ما في. طبعا من اللي ربي؟ المربيات، الله يخلي ميري وسوشاته. بس وين الأم؟ غافلة. ثم تشتكي بعد ذلك من عقوق الأبناء، طبيعي، نتيجة طبيعية. لذلك حتى نذهب بعيدا أقول:
لابد أن نقولها وأن نصدح بها صباحا ومساء. ديننا أعطى المرأة أعظم تكريم، ومتى ابتغت المرأة التكريم في غير الإسلام أذلها الله. لابد أن تعرف النساء هذا الأمر جيدا وواضحا، ونقول أنت ملكة في بيتك، أنت الأميرة في بيتك، أنت الرئيسة والمدبرة في بيتك، هذا هو الأمر المناسب الذي يناسبك أيتها المرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمر امرأة. كانت بلقيس جالسة في مخدعها في حجرتها لوحدها، فجاء الهدد من الشرفة من الشباك وألقى عليها هذه البطاقة، فتحتها قرأتها، خرجت إلى وزرائها ومستشاريها جمعتهم وقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس ما في كلام خير الكلام ما قل ودل. ألا تعلوا علي وأتوني، لا تتكبرون، لا تستعلون، يعني بمعنى آخر لا تحدوني على الصعب، تعالوا مسلمين طائعين لله عز وجل، مستسلمين لأوامره. وهذه حقيقة تبين لنا عزة الملوك، كما قال هارون الرشيد، هارون الرشيد المفترى عليه، هارون الرشيد الخليفة العباسي، الخليفة ابن الخلائف، أبوه خليفة وجد خليفة وجد جد خليفة، ابن الخلائف، سليل هذا النسب الشريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المفترى عليه اللي يسوي له مسلسلات وطلع يعني يصورون شارب خمر وسكير عربيد فاسق لا يعرف إلا النساء والمجون، هارون الرشيد هذا الملك وهذا الخليفة الذي كان يغزو سنة ويحج سنة، وكل هذا لا يثبت عنه وافتراء عليه. هذا الخليفة هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة: اذهبي أينما شئت وأمطري فسيأتيني خراجك. شوف العزة، يعني طالع السحابة القزعة الغيمة يقول لها: اذهبي أينما شئت، وين ما تروحين روحي، وأمطري حيثما شئت، فإن خراجك سوف يأتيني. شوف اتساع الدولة العباسية وهذه القوة. الشاهد عندما بلغه أن نقفورا، وهو نقفور أحد ملوك الروم، شاف نفسه شوي، كانت قبل ذلك امرأة تحكم الروم في زمانهم، وقدمت الطاعة والولاء والخضوع للدولة العباسية، فعندما ذهبت هذه المرة وجاء نقفور أراد أن يتفلت من تبعية الدولة الإسلامية، فأخذ يعني يهجم على بعض الممالك الصغيرة وآذى المسلمين. كتب إليه هارون الرشيد، أو أمره هارون الرشيد أن يرجع عن هذا كله، وأن يرجع إلى الطاعة والولاء لدولة بني العباس. فكتب نقفور هذا الملك المتعجرف المغرور، يعني يقول: أنا كذا وسأفعل كذا وسأتيك إلى بغداد، و يعني ادعاءات جوفاء. فقال هارون عندما بلغه الكتاب، قال لكاتبه: اكتب على ظهر الكتاب، يعني مو كفو أعطيه ورقة ثانية، اكتب على ظهر الكتاب: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. هكذا يقول له: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. قال: قد وصلني كتابك يا ابن الكافرة. قال: وإن الخبر ما تراه لا ما تسمعه. شوف الكلام. فجيش له جيش أوله عنده وآخره عند هارون ببغداد. انظر إلى العزة عند هؤلاء عندما يكون الإسلام عزيزا، متى؟ إذا اعتصم الملوك والأمراء بشرع الله عز وجل. أما إذا تركوا كتاب الله عز وجل خلف ظهورهم وتركوا تطبيق شرع الله عز وجل
واستبدلوها بهذه القوانين الوضعية، لا شك إن الله عز وجل سينزع عنهم هذه المهابة ولن يعيدها لهم حتى يعودوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، قالوا هؤلاء، كان رد الوزراء لبلقيس عندما استشارتهم، قالت لهم: يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني شو تشوفون؟ قالوا الوزراء: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ايش تبين؟ تبين قتال؟ ترى معك، احنا ناس أقوياء أشداء، صبر في اللقاء وصبر على القتال إن أردت القتال، وإن أردت أمرا آخر فالأمر إليك، أنت اللي بمشيرها ومديرها كما نقول. فقالت هذه المرأة وكان فيها حكمة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تقول حال الملوك إذا 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 دخلوا المدينة عنوة، يعني لم نستسلم ودخلوها عنوة، سيعيثون فيها الفساد، ولن أسلم حتى أنا ملكتكم، لن أسلم من هذا الفساد ومن هذا البطش. قال الله عز وجل مؤيدا لكلامها: وكذلك يفعلون. هذا فعلا، هذا هو حال الملوك، إلا من رحم الله عز وجل كحال سليمان عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون ملكا عادلا يخاف الله تبارك وتعالى. ثم قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سأرسل إليهم هدية، هدايا ثمينة، يعني حتى تظن أن من الممكن أن هذه رسالة إلى سليمان، حتى يعني إن كان مراده المال نعطيه المال وننتهي. قال الله عز وجل: فلما جاء سليمان، أي الرسول من قبل بلقيس بهذه الهدايا، وراء هذه الهدايا ضحك سليمان: إيش هدايا؟ ملك سليمان عظيم، لا شيء هذه الهدايا فيه. قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما أقبل هدايا، أنا قلت ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بس ما بهدايا. ثم قال لهذا الرسول: ارجع إليهم، ارجع إلى قومك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يعني هذه الرسالة كانها ما تبي تسلم، ما تبي تجي، سنأتيها في مكانها. وهو عليه الصلاة والسلام إذا قال صدق، وإذا وعد أنفذ وعده عليه الصلاة والسلام فعلا. وهو يتأهب لهذا الجيش إذ بهذا الرسول يذهب مسرعا، ثم يرجع مسرعا من بلقيس أنها سلمت له لسليمان: ما في حاجة تخرج ولا تبطش بنا، سنأتيك إلى مكانك. فاتت بلقيس في طريقها، طبعا مسافة طويلة، يعني من سبأ إلى دمشق مسافة طويلة، ففي طريقها هي وحاشيتها وجندها إلى سليمان. قال سليمان عليه الصلاة والسلام لمن يحضره من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من فيكم اللي يقدر يأتيني بعرش بلقيس حتى أختبرها ويجعله عندي هنا في بيت المقدس؟ والعرش وين؟ في سبأ في اليمن. فبين الله تبارك وتعالى، قال أحد الجن كما قال الله عز وجل: قال عفريت من الجن أنا أتيك به، عفريت من كبار الجن، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني سأتيك بهذا العرش العظيم مال بلقيس لبلقيس إلى 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 قصرك هنا في بيت المقدس قبل أن تقوم من مقامك، ويعني بمقامك مجلس الحكم. وكان سليمان عليه السلام يجلس في مجلس الحكم من بعد صلاة الفجر إلى الزوال، الزوال يعني صلاة الظهر، الزوال يعني صلاة الظهر، فمن الفجر إلى الزوال يعني كما نقول باللغة الدارجة إداوم في مجلس الحكم.
فقال له هذا العفريت، قال سآتيك بهذا العرش العظيم لبلقيس قبل أن تقوم من مقامك، قبل لا تنتهي دوامك عند الزوال ستجد هذا العرش أمامك. ثم قال وإني عليه لقوي أمين، قوي قادر على حمله، أمين، كن مطمئنا يا نبي الله، لن آخذ شيئا من لك. لا شك عروش الملوك تكون من ذهب ومطرزة بالفضة والزبرجد والياقوت وهذه النفائس، فكن مطمئنا سأكون عليه أمين، لن أأخذ منه شيء. ما عجب سليمان هذا الكلام، تخيل يعني سويعات يسيرة ويكون عنده، لا ما يبي أسرع. فقال من يأتيني بأسرع من هذا بهذا العرش؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب، من هذا القائل المشهور؟ أنه رجل اسمه آصف، هذا هو المشهور آصف. وهذا الرجل كان يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم، وما دعا هذا الرجل آصف ربه باسمه الأعظم إلا أعطاه الله عز وجل ما يريد مباشرة، هكذا قالوا. قول آخر أن الذي قال عفريت آخر أقوى من العفريت الأول. قول ثالث أن الذي قال هذا الكلام ملك من الملائكة. قول رابع أن الذي قال هذا الكلام سليمان نفسه، وكله أقوال محتملة. ولكن كما قلت لكم أحبتي، الذي يعرفه وفق كل ذي علم عليم، أن المشهور في كتب أهل العلم أن الذي قال هذا الكلام رجل اسمه آصف، وكان يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فيستجيب الله له قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن ترمش. إذا أدام الإنسان النظر في شيء ما وملت عينه وكلت، فإنها تطبق هذه الأجفان لتريح العين. فهذا الإطباق اللحظات وما سميه نحن بالرمش، فلان يرمش يطبق رموشه، هذه طرفة عين. فقال له هذا الذي عنده علم الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك ستجد العرش عندك قائم. وفعلا جاءه العرش في لحظة في مكانه. فأمر سليمان عليه الصلاة والسلام عندما قام العرش أمامه، أمر أتباعه أن يغيروه، يعني يشيلون يحطون يضيفون حتى يختبر بلقيس. فقال الله عز وجل عندما قدمت بلقيس، طبعا أيضا قال سليمان عندما قال سبحانه وتعالى فلما رآه رأى العرش مستقرا عنده، أي في بيت المقدس، قال هذا من فضل ربي. لاحظت دائما تذكرون نعم الله عز وجل عليهم عند هذه النعم، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. إذن هذه القاعدة، إذا من الله عليك بنعمة ترى ما منها ربي عليك لجمالك ولا لنسبك ولا لحالاتك ولا لمالك ولا الأبدا، الله عز وجل منها عليك ليختبرك، لأننا لسنا بأكرم على الله من أنبيائه ورسله، أليس كذلك؟ بلى. فانظر هنا ماذا قال سليمان، لم يقل والله وهذا من فضل ربي أعطاني إياه لأنني أستحق، إنما قال ليبلوني، أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. فأنت تدور بين حالين، إما الشكر وإما الصبر. تليت بالضراء اصبر وسل الله العافية، تليت بالسراء أشكر واصرف هذه النعمة في شكر المنعم سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها، كما قلنا قبل بدلوا زيدوا ضبطوا شوية غيروا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذي لا يهتدون. جاءت بلقيس وصلت إلى سليمان، أدخلها سليمان فرأت العرش، أهوة مو أهوة، شابهة لا يختلف. طيب إذا أهوة مو معقولة، يعني عرش بهذه الضخامة في اليمن ينقل قبل أن نصل نحن ونحن على الجياد؟ إذا لا كأنه هو، التبس عليه الأمر. قال الله عز وجل فلما جاءت قيل، قال له سليمان هكذا عرشك؟ قالت، وهذا يبين أيضا صدق هذه المرأة وحكمتها، قالت كأنه هو، كأنه هو.
وبين لها سليمان عليه الصلاة والسلام أنه هو هذا هو العرش الذي أتاه الله عز وجل من هذا المكان البعيد. ثم بعد ذلك أمر سليمان أن يبنى له صرح، قصر كبير، وهذا الصرح ممرد من قوارير، قوارير يعني الزجاج، يعني قصر أو مبنى منيف كبير زجاجي، زجاجي بني له هذا. كانوا يعملون له ما يشتهي، أي شيء يشتهي عملوه له، أشتهي قارورة من كذا، أشتهي منبر من كذا، أشتهي طاولة من زبرجد، أشتهي كراسي من لؤلؤ، أشتهي كل ما يريده سخر الله عز وجل له هؤلاء الجنود لخدمة سليمان، وهذا هو الملك العظيم الذي أتاه الله لهذا النبي الكريم. ثم نصب عرشه في هذا القصر الزجاجي، ثم أجرى نهرا في ممر هذا العرش، يعني الذي يدخل عليه إلى إيوانه وإلى ديوانه، لابد حتى يصل إلى عرش سليمان لابد أن يمشي على هذا النهر، وجعل فيه الأسماك وحيوانات البحر، ثم جعله ممردا أي غطاه بالزجاج الصافي. فاتت بلقيس وترددت في الدخول تظن أنه ماء، فخافت وخشيت، فكشفت عن ساقيها، كشفت عن ساقيها، وهذا أمر معروف، يعني إنسان إذا أراد أن يخوض في مخاض أو في ماء شو يسوي، أو شو يسوي يرفع عن ثيابه، فردت فعل طبيعية هذه، فكشفت عن ساقيها، فقال لها سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، يعني ما في حاجة ومغطى ترى. وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى قيل لها ادخلي الصرح، أي القصر الذي شيده، فلما رأته حسبته لجة البحر وماء، وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت عندما رأت هذه العظمة وهذا الملك وهذه الأخلاق وهذه الدعوة الحق من سليمان عليه السلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي بعبادة الشمس والإشراك بك، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هل تزوجها سليمان أم لا؟ الله أعلم، لكنها أسلمت، هذا هو ظاهر القرآن. هل تزوجها؟ الله أعلم، علم عند الله عز وجل، لكن كانت نهايتها أنها أسلمت لله تبارك وتعالى. وحقيقة كان بودي أن أكمل قصة سليمان، ولكن الوقت قد طال وأطلت عليكم محبتي في الله، فنرجي إن شاء الله تعالى الكلام أما بقي من قصة سليمان في درس الغد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد والذي نتواصل فيه وإياكم في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولازلنا وإياكم في كلامنا عن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في درس الأمس وذكرنا بعض الحوادث التي وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام، ذكرنا حادثتين وقعتا في زمان أبيه داود عليه السلام، ثم أيضا ذكرنا ما جرى له عليه الصلاة والسلام عندما أتى على وادي النمل وسمع كلام النملة وهي تنذر قريتها، ثم أيضا ذكرنا ما جرى له مع الهدهد وقصته مع بلقيس ملكة سبأ، وكان خاتمتها أنها أتت إلى سليمان في بيت المقدس عليه السلام وأسلمت لله رب العالمين. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد آتى سليمان ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولا من بعده،
فجمع الله له كما جمع لأبيه داود الملك والنبوة، وزاد ربنا تبارك وتعالى في ملك سليمان أكثر من ملك داود، فسخر له الجبال والطير والجن والإنس، وعلمه منطق كل شيء، فكان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب الأقواس أو النقوش التي تكون في البيوت والقصور، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذه الصور تكون أيضا في نقوشها وهي موجودة في بعض الأماكن الأثرية الآن، وهذا كان جائزا في شرعهم، أما في شرعنا لا يجوز، لكن في شرعهم كان جائزا. فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وجفان حياض كبيرة تجمع فيها المياه وغيرها من الأمور، وقدور راسيات، هذه القدور أيضا عظيمة، فيها أثافيها، الأثافي هي الأرجل للقدر، ولذلك هنا مثل عند العرب مشهور، إذا أتى الإنسان بشيء يستعظم فإنهم يقولون ثالثة الأثافي، مثل معروف عند العرب، لأن القدر لا يمكن أن يقعد على قاعدتين، لا بد من ثالثة، فأصبح هذا مثلا يقال ثالثة الأثافي. فهذه القدور التي كانت تصنع لسليمان عليه السلام يصنعها له الجن وخدامه وجنوده على ما يشتهي هو ويهوى عليه الصلاة والسلام، كانت أثافيها منها، قواعدها منها، كانت قدورا عظيمة. فالمقصود أن هذه أمثلة، والعلم عند الله عز وجل ونماذج، وإلا كل ما كان يشتهيه ويريده فإن الجن يعملونه. وأيضا كان منهم الغواص، من يغوص في أعماق البحار ويأتيه بالدر والنفائس التي تكون في أعماق البحار، ومنهم بناء يبني له ما يشاء من القصور والدور، قال سبحانه وتعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي الذي يضل وينحرف من الجن كان يغله في هذه الأصفاد في هذه القيود، وكان له ملكا عظيما على الجن، فكان مسيطر عليهم وكان حاكما لهم صلوات الله وسلامه عليه. مما ذكره الله عز وجل في قصة سليمان ما جرى له مع الصافنات الجياد، والصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاثة أطراف وحافر الرجل الرابعة، وهذه وقفة للخيل المدربة معروفة، تقف على ثلاث أرجل والرجل الرابعة تجعلها بانحراف وتقف على حافرها، مما يدل على، وهذا المنظر سبحان الله فيه نوع من السحر، نوع من الجاذبية، إذا وقفت الخيل بهذه الوقفة أو الوقفة فيها شيء من التبختر، هذه طبيعة الخيل، فيها تبختر وخيلاء، ولذلك في الغالب الذي يتعلق في الخيل، وغالب الذي يهتم بتربية الخيل، نقول في الغالب وليس دائم، سبحان الله ينعكس عليه هذا الأمر، يكون في شيء من الخيلاء، وهذا مشهور حتى في دنيا الناس، من يهتم بهذه الخيول الأصيلة ويهتم بنسبها وعرقتها وسلالتها، غالبا يكونون علية القوم من الأغنياء والأمراء. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان يستعرض هذه الخيل التي كان يملكها، وكانت أعدادها بالألوف، الله أعلم بعددها، لكنها كانت أعدادا كبيرة، وكان من ضمن هذه الخيول، طبعا الصافنات كما قلنا قبل أن أنسى، التي تقف على ثلاث أرجل وحافر الرجل الرابع، الجياد أي المضمرة المسرعة صاحبة القوام الرشيق، ومثل هذه الخيول الأصيلة لا شك أنها تكون بأغلى الأثمان، ويحرص عليها أصحابها حرصا عظيما إلى يومنا هذا.
فكان عليه الصلاة والسلام معه وهو يستعرض هذه الخيول الصافنات الجياد وأعدادها كبيرة في منظر يأخذ بالألباب، وهو يستعرضها شغل عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب، ومعروف أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس من الأفق خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، فشغل عن صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، شغلته هذه الخيل حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي خرج وقتها، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رد أمر بإرجاع هذه الخيل وقام بنحرها، إما عاد أن يكون نحرها جميعا، وقد يكون هذا في شيء من الاستبعاد نظرا لعددها الكبير، وهذا مستبعد حقيقة والعلم عند الله عز وجل، لأن هذا في شيء من يعني شيء من 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 تضيع فوائد الخيل، وهذا يعني أمر ليس بمستحسن ومستبعد عن خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين رزقهم الله عز وجل الحكمة. فالظاهر والله أعلم أنه نحر بعضها، وفي هذا درس عظيم أيها الإخوة والأخوات على أن الإنسان ينبغي له أن يقوم على تربية نفسه، لا بد أن يقوم على تربية نفسه، ولا بد أن يخالف هواه كما بين الله تبارك وتعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لا بد أن تنهي أو تنهى نفسك عن هواها، وهنا الصعوبة وهنا الجهاد الحقيقي أن يجاهد الإنسان هوى نفسه، ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ليس هناك شيء أسهل من طريق النار، نعوذ بالله من النار، فقط ما تحتاج إلى يعني جهد ولا إلى تعب، فقط اترك نفسك، فقط اترك نفسك ستقودك إلى النار، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الدعة وتميل إلى الخمول والكسل والتفلت والشهوات والملذات، وهذا طريق النار، بينما طريق الجنة يحتاج إلى شيء من الترويض وشيء من المصادمة وشيء من المجاهدة، أن تعاكس هوى النفس تربية، فلذلك سياسة النفس يخطئ من يظن أنه بمجرد أنه التزم أنه قد ساس نفسه، هذا خطأ، هذا وهم، هذه حيلة إبليسية شيطانية يجرك إلى الغرور بالنفس فيدخل عليك ويأتيك من هذا الباب، بدليل أن العلماء الكبار العباد الزهاد تقرأ في تراجمهم وسيرهم ترى أن أحدهم مكث 20 سنة، يقول أحدهم جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى، يعني 20 سنة وهو جاهد نفسه على فقط عبادة واحدة، يعني على قيام الليل أو على صيام النهار، مرة إيش معنى يجاهد نفسه؟ يعني مرة تغلبه نفسه ومرة يغلبها، هذه المجاهدة، يوم يقوم يصلي ويوم تغلبه نفسه، يوم يستطيع أن يصوم النوافل ويوم تغلبه نفسه، مجاهدة. والذي هذا هو حاله أبشر أنت على خير عظيم، هذا هو طريق الأنبياء والصالحين، والله عز وجل يقول في من كان هذا حاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فالذي هذا حاله جعله الله أو وصفه الله بأنه من المحسنين،
والمحسنون هم أهل الله وخاصته، أعلى مراتب الدين الإحسان. لذلك لا تظن، إياك أن تظن في يوم من الأيام أنك بمجرد أنك يعني سلكت طريق الالتزام والتزمت به ظاهرا أنك بذلك قد نجوت. أنت الآن، أنت وأنا على عتبة هذا الطريق، نريد شيء من المصابرة، شيء من المجاهدة. لذلك من أعظم الأسباب التي تكون عائقا بين الالتزام أو بين الهداية والاستقامة والاستمرار عليها، بين الإنسان وبين هذا كله، أن يستمر على عوائد سيئة. يعني تكون عند عادة محرمة، أو عادة حتى لو كانت عادة مباحة ولكنها عادة يعني مما يضيع الأوقات أو يجعل الهمة تفتر أو ما شبه ذلك. لابد من قطع العوائد وقطع العلائق، لابد، وأن تتصل بالخالق سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أعلم الناس بنفسك، وأنا أعلم الناس بنفسي، والله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا. فلذلك إذا وجدت شيئا شغلك، ألهاك عن المقصود الأساسي وهو وظيفتك في هذه الدنيا، وهي عبادتك وطاعتك لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتنا، إذا وجدت شيئا يبعدك عن هذا المقصود بادر إلى قطعه مباشرة. وهذا كما قلت الأمر يختلف من شخص إلى آخر. هناك من الأشخاص من الله عليهم وسهل الله لهم سبل الخير وسبل وطرق الحياة، فيستطيعون أن يجمعوا بين أمور شتى ولا يؤثر ذلك في واقعهم. هذا توفيق من الله عز وجل، سله المزيد والهداية والثبات. آخر ما يستطيع، قدرات هذه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مثال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل عرف بالعبادة والزهد، فسلك مسلك التجارة يوما ثم تركها، فسئل في ذلك فقال: أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فما استطعت، فغلبت العبادة على التجارة. شوف هذا مثال. شخص آخر مثلا، طبعا الآن نضرب في الأمثلة اللي فيها خير أو في يعني أمثلة مباحة أو أمثلة مشروعة، مثل شخص آخر مثلا، قد، مع أن هذا أمر بعيد لكن أقول قد على سبيل ضرب المثال، أنه مثلا ما لا يستطيع أن يجمع بين الدعوة إلى الله وحضور الدروس، وأن يطمح أن يكون داعية إلى الله، أن يكون طالب علم، ما استطاع أن يجمع بين هذه وبين العبادة، مع أنه لا تعارض بينهما، بل كل منهما يجب أن يقود إلى الآخر، وهذا هو العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح. عمل صالح لا يكون بلا علم نافع، وعلم نافع لا يكون إذا لم يتوفر معه عمل صالح. إذن هما صنواني، جناحان لطائر واحد. لكن نقول على فرض، بعض الناس هكذا يجعل العقد عند المنشار، بتفهمه ما يفهم، يقول إما أني يعني أجتهد في العبادة وإما أن يعني طلب علم وأفرط. نقول لا، الأولى العبادة، هذه وظيفتك وعليه فقس. وهناك من الناس من جمع الله له بين هذه الأمور، كما أنه من الناس من فتح الله عليه في أبواب الخير كليا. هناك من الناس من يستطيع فقط أن يكثر من الصلاة، يصلي في اليوم يمكن 30-40 نوافل. في من الناس هكذا يرحمك الله،
يعني حدثني بعض مشايخنا عن سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي الحالي للمملكة العربية السعودية أنه من عادته أنه يحيي الوقت بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر يحييه صلاة، وهذا كان عند السلف كثير يعني. فتجد من الناس من فتح عليه في الصلاة، لكن لو قلت له صم يوم في سبيل الله شق عليه ما يقدر. وهناك من الناس العكس، كما هو في حال عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ما يكثر من الصيام، لأنه يقول إن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أحب الصلاة. لاحظت؟ وهناك من الناس من فتح الله عليهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، كأبي بكر الصديق مثلا. أبو بكر الصديق في كل باب يأتي الأول، من تصدق بصدقة اليوم قال أنا، من أصبح اليوم صائما قال أنا، من عاد مريضا قال أنا، من شهد جنازة قال أنا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الأكمل، أن يضرب الإنسان في كل سهم، في كل باب بسهم. حتى لا نذهب بعيدا، أقول هنا في قصة سليمان عليه السلام، انظروا أحبتي في الله كيف أنه وقف هذا الموقف الحازم عندما كانت هذه الخيل سببا لتضييعه لأمر الله عز وجل. مباشرة قطع هذا السبب، قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تربية للنفس، إياك أن تتهاون مع نفسك، إياك ثم إياك. إذا وجدت منها إقبالا على أمر كان سببا في ضياع طاعة الله عز وجل، بادر إلى قطعه وإلغائه مباشرة لتستريح منه ولتعيد الأمر إلى نصابه. إذن هذا كان موقفه مع الصافنات الجياد، كما قال، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. أن يكون هذا الأمر سبب بلاء، سبب فتنة، سبب تركته لله، ثق تماما سيعوضك الله خيرا منه. كذلك مما وقع له عليه الصلاة والسلام أنه أن الله عز وجل أمره عندما كما قلت قبل قليل ذبح هذه الخيول، كان من جملة هذه الخيول خيول لها أجنحة، خيول لها أجنحة، وهذا خاص لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل يوما على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان عندها مثل الخزانة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان عليها ستر، فانكشف الستر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لها عرائس، كانت تصنع عرائس دمى هذه لتلعب، كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها من العهن. فرأى هذه العرائس التي هي لعائشة رضي الله تعالى عنها تلعب مع يعني جواري الأنصار رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ورأى من بينها أحصنة، حصن، وبعض هذه الأحصنة أو الخيول قد صنعت ولها جناح. فقال لها صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قالت خيول. فقال صلى الله عليه وسلم لها خيول لها أجنحة؟ استغرب، فقالت له أما تعلم أن نبي الله سليمان كانت له خيول له أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه كانت له بعض الخيول لها أجنحة، وكان يستقلها أي يستعملها في 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 أسفاره وتنقله. فعندما ذبحها بعد هذه الحادثة عوضه الله عز وجل بأن سخر له الريح. شوف، من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وأمره أن يصنع بساطا من الخشب، فصنع بساطا كبيرا من الخشب، وإذا أراد أن ينتقل إلى مكان آخر
وأراد أن يحمل معه ما شاء من خيول، من دواب، من حاجيات، جعلها على هذا البساط الخشبي، ثم رفعت الريح التي سخرها الله عز وجل له صلوات الله وسلامه عليه، فكان يأمرها فتحمله حيث شاء. وليس هذا فقط كما ذكر أهل العلم، بل يأمرها أن تسرع، أن تبطئ كما يشاء، كالدابة تماما. وهذا من تعويض الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم الذي بادر إلى قطع هذا السبب الذي كان سببا في غفلته عن أداء هذه الصلاة. أيضا مما ذكره الله عز وجل، أو مما ذكر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، سليمان، أن الله عز وجل آتاه قوة عظيمة، وكان يطيق في مجامعة النساء ما لا يطيقه غيره. آتاه الله عز وجل قوة عظيمة في ذلك. ففي يوم من الأيام أقسم، وكان عنده نسوة كثر، أقسم عليه الصلاة والسلام أن يطوف على 70 من نسائه، وفي رواية أخرى على 100 من نسائه في يوم واحد، أن يطوف عليهم، وأن يرزقه الله عز وجل من كل امرأة غلاما يكون مجاهدا في سبيل الله. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لم يقل سليمان إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، وهذا بتقدير الله عز وجل، ليعلم هذا النبي الكريم وليتعلم كل من يقرأ قصته وسيرته أهمية أن يستثني، وأن يكل في نهاية المطاف، أن يكل الأمر إلى، وأن يعلق الأمر بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. فطاف على نسائه، على 100 من نسائه، ولم تحمل أي امرأة من نسائه إلا امرأة واحدة، وأنجبت طفلا مشوها، كما في بعض الروايات أنجبت نصف إنسان. لا شك أن هذا درس بليغ من الله عز وجل لهذا النبي الكريم ولكل من يقف على سيرته، أن الإنسان لابد أن يعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله عز وجل أن يجدد بناء بيت المقدس. وذكرنا في مناسبة سابقة أن الذي بنى بيت المقدس يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأن أول بيت وضع للناس كما قال علي بن أبي طالب، المقصود بأول بيت وضع للناس كما في الآية بيت للعبادة والطاعة، أما البيوت كانت قبل ذلك. فأول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، وكان بينه، بين بنائه وبين بناء البيت المقدس كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة 40 سنة. فإذن بيت الله الحرام بني أولا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بني بيت المقدس بعد 40 سنة، والمسجد الأقصى سمي بذلك، والعلم عند الله عز وجل من الإقصاء، من البعد، لأنه بعيد عن المسجد الحرام. طبعا بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين سليمان عليهما السلام سنوات طويلة، قد تصل 100 سنين كما مر معنا في قصر الأنبياء، كم نبي بينهم؟ كثير. فلا شك أن هذا البيت اندرس ويحتاج إلى ترميم ويحتاج إلى إعادة، فمن الله تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم، على سليمان، أن يكون له هذا الشرف بأن يجدد بيت الله في بيت المقدس. وفعلا جدد سليمان عليه الصلاة والسلام البيت المقدس، جدده كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى. عندما حضرته الوفاة دعا سليمان ربه سبحانه وتعالى أن يعمي خبر وفاته على الجن، لأن الجن لم يكونوا يعملون
إلا بأوامر سليمان يخافون من بطشه، كان ضابطا حاكما لهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيهم ما فيهم من الفجور والنفرة والتمرد، لذلك كما قال الله عز وجل: وآخرين مقرنين في الأصفاد، سلسلهم بالسلاسل والحديد وقيدهم لفجورهم. فلذلك كانت السمة فيما يظهر من سياق الآيات والعلم عند الله عز وجل، كانت السمة التي يسوس بها سليمان عليه الصلاة والسلام الجن شيء من القسوة وشيء من الانضباط، وإلا إذا تركهم فإنهم يتمردون ولا يعملون. فلذلك وكان مكلفهم قد كلفهم بأعمال كثيرة، وجلهم أو غالبهم يعملون خوفا من سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان في كل يوم كما مر معنا يجلس في مجلسه من بزوغ الشمس أو الفجر إلى زوال الشمس أو إلى آخر النهار، يراقب أمور مملكته ويتابع شؤونها. فكانوا يخافونه ويهابونه وهو جالس على كرسيه. فحضرته الوفاة، فدعا سليمان ربه سبحانه وتعالى أن يعمي على الجن خبر وفاته، فأتى بنبتة بغصن شجرة ونحتها وجعلها عصاة يتكئ عليها، وجلس بهذه الجلسة على كرسيه وهو ينظر إلى رعيته ومن ضمنهم الجن الذين كانوا يعملون ويجتهدون. وقبض الله سبحانه وتعالى روحه وهو على هذه الحال لم يتغير. فبهذه الطريقة وهو متكئ على هذه العصا على عرشه وهو في حال ترقب ونظر لأحوال الجن، وروحه قد قبضت، فلم يبقى إلا جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ومكث بذلك ما شاء الله أن يمكث من الوقت، وكان الجن يظنون أن سليمان متابعا لأحوالهم، فكانوا يستمرون على أعمالهم وعلى شغلهم، حتى قضى الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الأرض أو الأرضة معروفة، الحشرة المعروفة التي تتغذى على الأخشاب والأثاث في البيوت، وهي خشبة مؤذية متلفة، فأتت ونخرت في صلب هذه العصا حتى أضعفتها وأوهنتها فانكسرت، فسقط سليمان عليه الصلاة والسلام أي جثته، فعلمت الجن أنه قد قبضه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما أي تنخر في هذه العصا، فلما خر سليمان عليه الصلاة والسلام وسقط تبينت الجن، ظهر لهم وعلموا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا دليل وفائدة عظيمة من هذا الأمر ومن هذا التقدير الإلهي، حتى يعلم الجن ويعلم غير الجن ممن يغتر بقوى الجن أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، بدليل أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما مكثوا في هذا العذاب وفي هذا العمل الشاق الذي أوجبه عليهم سليمان، لعلموا لحظة وفاته وانتهى وتحرروا من هذا العمل. ولكن في هذا دليل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن توفي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحياة العظيمة وبعد هذه الحكم وهذه الحوادث التي أجراها الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم. ومما يذكر في هذا السياق ما جاء بعد ذلك من عمل اليهود وافترائهم على نبي الله سليمان أنه كان يسوس الناس والجن بالسحر والشعوذة، وهذا الذي أبطله الله عز وجل بقوله في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قد برأ نبيه سليمان من هذا الكفر، ولا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب أن السحر
تعلمه وتعليمه والعمل به أنه كفر. هذا الذي ذكره الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، لأن السحر من غير الممكن أن يعمل هذا السحر أو أن يتعلم السحر، من غير الممكن أن يفعل هذا كله إلا بعد أن يستعين الساحر بالجن والشياطين. مستحيل، استحالة، من المستحيل أن تسخر الجن خدماتها الخبيثة وأعمالها الشيطانية وأن تتسلط على عباد الله الآمنين الغافلين خدمة لهذا الساحر الخبيث. كل ذلك لماذا؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكفر هذا الساحر بالله العظيم. وهذه مسألة مطبق عليها، دلت الآيات والأحاديث على ذلك، ودلت الآثار الواردة عن السلف عن ذلك، ودل الواقع من حال الرقاة ومن حال بعض السحرة الذين تابوا. رأيت في إحدى البرامج الفضائية قبل سنوات، يمكن 10 سنوات تقريبا أو يعني بهذه الحدود، ساحرا تاب إلى الله تبارك وتعالى وهو يتكلم ويسجل اعترافاته ويذكر تفاصيل قصة حياته وكيف أصبح ساحرا وكيف تعلم السحر وكيف كان يستغيث ويستعين بالجن والشياطين ويذبح لهم من دون الله عز وجل ويدعوهم من دون الله عز وجل وينذر لهم من دون الله عز وجل ويستعين ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، وجميع هذه الأمور عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كلها عبادات. الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، أي وانحر لله، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي. فالشاهد أنه هذا كفر، وهذا بنص القرآن الكريم. ولذلك الله عز وجل نزه نبيه وبرأه مما ربته به اليهود، هؤلاء القوم البهت الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يرقبون في إلا ولا ذمة ولا يحفظون حرمة أنبياء الله ورسله، وهذا هو ديدنهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون، هذا هو حالهم. بل يفترون كما هو في قصة سليمان أنهم كانوا، واليهود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وهناك المذاهب الباطنية الخبيثة التي استقت مذهبها من مذاهب اليهود، وعلى رأسهم مذهب سبابة الصحابة، مذهبهم يهودي في أصله. ولذلك انظر إلى أحوالهم، قضية السحر عندهم مثل شربة الماء. هؤلاء سبابة الصحابة، السحر والشعوذة مثل شربة الماء عندهم، بل قد خصصوا قنوات تذكرونها قبل يمكن 12 سنة، قناة شهرزاد وقناة قنوات خبيثة، سحر على الملأ، على الملأ، يتصل الجاهل وجلهم، بل كلهم من أتباع هذا المذهب الشيطاني، يتصلون وتطلب منه الولد شرك، تطلب منه الغوث، تطلب منه أمور لا تطلب إلا من الله، فيقوم هذا الساحر المشعوذ على الملأ. وقد رأيت ذلك بأم عيني، رأيته لفترة وجيزة، وأعددت خطبة في ذلك، في تلك الفترة، صلى الله الخاص والقبول، فكنت لابد أن أرى على حقيقة هذا الأمر، ما كنت مصدق إلى هذه الدرجة من الفجور والضلال. فكان على الملأ يأمرها أن تأتي بكذا وتكتب الحجاب ويعطيها بالطلاسم ويظهر لها أوراق فيها مربعات وعيون ورموز، ثم يدعي زورا وبهتانا هذا الزنديق أن هذا هو علم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذب لعمر الله تبارك وتعالى. فلذلك
هذا مشهور عند اليهود إلى يومنا هذا. وما قصة لبيد بن الأعصم ذلك اليهودي عن أبي بعيد؟ هو الذي سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، سحره بمشط ومشاطة، مشط مشط الشعر ومشاطة ما يتساقط من شعره صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذه العقد الساحر الخبيث ويذكر طلاسم وتمتمات، وهي خلاصتها استعانة واستغاثة ولجوء للشياطين والجن وكفر، ويبدأ بسب القرآن وسب الرب تبارك وتعالى، وكلما ازداد في كفره وزندقته سخرت الجن خدماتها أكثر. ثم بعدما يختلط ريقه بهذه الأنفاس الخبيثة الشيطانية، بعدما توسل واستغاث بغير الله، يبدأ يقول ما يريد. يعني مثلا يقول، يسمي فلان ويقول يكره زوجته، ينفث ويعقد. ثم يقول مثلا يترك وظيفته فينفث ويعقد. وهذا الذي جاء وصفه في قول الله عز وجل من شر النفاثات في العقد، فيعقد على هذا الغافل المسكين الذي تكالب عليه شياطين الإنس والجن. ولذلك الساحر كافر، وتعلم السحر كفر، ولا يجوز التعاطي به بأي حال من الأحوال. وهذا الذي برأ الله عز وجل هذا النبي الكريم، بأن السحر علمته الشياطين، ما تعلمه ولا علمه سليمان عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يقال وما يثار من بعض الناس أنهم يثيرون مسألة أنه فك السحر بالسحر، هذا أيضا باطل، لأن الله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. كيف تروح للساحر؟ ما يجوز تروح له، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله بس مجرد سؤال. بعض الناس الآن يسافرون مثلا في بعض البلاد ينتشر فيها من يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان أو يضرب الودع أو ما شابه هذه الأمور، وهذه الخرافات والخزعبلات، أكل أموال الناس بالباطل. أو بعضهم مثلا يقرأ النجوم والأبراج، يا أخي باب التسلية، حط بالك، انتبه، أنت في طريق الهاوية، حتى لو كان من باب الدعابة، من باب التسلية، وإن كان حرام. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني ما يصلي؟ لا يصلي بس ما له أجر. شوف، أما إذا سأله فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا صدقته، إيش معنى تصديق الكاهن أو الساحر أو العراف أو الرمال أو الذي يضرب الودع ويخط الودع أو قارئة الفنجان أو قارئة الكف أو الأبراج؟ إيش معنى أنك تصدق هذا؟ ما الذي يترتب عليه حتى يلحق هذا البعيد هذا الحكم أنه كفر؟ ذلك لأن بتصديقه تكذيب لقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله يقول جل في علاه ما حد يعرف الغيب إلا هو. جبريل عليه السلام خير الملائكة يسأل محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عن الساعة فقط، ليس عن جميع الغيب بل عن الساعة فقط، متى وقوعها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أنا وياك ما نعرفه. ويأتي زنديق خبيث مجرم كذاب أشر يقول لك لا، قدامك سكة سفر، وانت بعد يومين بيأتيك كذا، وبعد شهر بيأتيك كذا، تخرص. ثم يدخل هذا المغبون هذا الجاهل في هذه الدوامة. صدق
أشرب قلبه هذا الكذب، ثم يبدأ يكون على 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 خيفة وعلى وجل متى سيقع ما أخبره به ذلك الكذاب الأشر. لا، إياك وهذا المنزلق، احذر واعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله بس، ولا تعلق قلبك بهذه الأمور كما علقها هؤلاء عباد القبور وعباد الأضرحة الذين لا يعرفون التوكل ولا يعرفون التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد. لذلك هذا مما برأه الله عز وجل به صلوات الله وسلامه عليه. كما قلنا توفي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك آلت الأمور بعد سليمان عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، ونزل بهم ما نزل من البلاء والعذاب، ثم رفع الله عز وجل عنهم العذاب كما ذكر الله عز وجل حتى لو طل عليكم، ذلك في سورة في صدر سورة الإسراء. وسورة الإسراء كما تعلمون تسمى أيضا سورة بني إسرائيل لما ذكر الله عز وجل فيها من الحوادث عنهم. ثم بعد ذلك يعني فيما يقال والعلم عند الله عز وجل أن